نعم مشاهدينا الكرام، وحول آخر الأخبار والمستجدات في محافظة نينوى ينضم إلينا من الموصل مباشرة مراسلنا محمد طلال. محمد، مساء الخير، ما جديد الموصل؟ نعم نعم مساءكم خير وتحية لكم. خير. في محافظة نينوى سجلت اليوم المدينة حالة انتحار لسيدة أربعينية في منطقة وادي حجر بأيمن مدينة الموصل، ويعني الضحية أقدمت على الانتحار شنقا في منزلها، بالتالي يعني هذه الحالة جاءت بعد انقطاع طويل لتسجيل مثل هكذا حالات، خصوصا أنه المدينة خلال الفترة السابقة بدأت تسجل حالات انتحار وصلت إلى 3 أو 4 حالات خلال الشهر الواحد. في الأحداث الأمنية أيضا تم العثور على جثة مواطن في منطقة الجوسق بقرب مطار مدينة الموصل، بالتالي يعني هذا الشخص تم العثور على جثته بعد أن قام مجهولون بقتله وسرقة مبلغ ما يقرب 80 مليون دينار عراقي، وبالتالي فتحت الجهات المعنية تحقيقا بملابسات هذا الحادث. في ملف الزيارات المتكررة لمحافظة نينوى خلال هذه الفترة، يعني كان اليوم هناك زيارة لرئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي، يعني كانت زيارته إلى مدينة الموصل تحديدا إلى ديوان المحافظة، والتقى بحكومتها المحلية وجرى بحث ملف النزاهة في المحافظة تحديدا. أخيرا وأسوة بإقليم كردستان، يعني صرح مدير مرور نينوى أنه الأسبوع المقبل سيتم العمل بنظام الكاميرات وسيتم تثبيت كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية لمدينة الموصل. تأتي هذه الخطوة يعني بعد أن سجلت المحافظة حوادث مروعة في شوارعها خلال الفترة السابقة، وتأتي هذه الخطوة للحد منها. يعني كان هذا مجمل اليوم في جعبتي من أخبار في محافظة نينوى. إذن مراسلنا في أم الربيعين محمد طلال، شكرا لانضمامك معي في هذه النشرة.